حلوه منك. كله شبه دي. طيب لو احنا لو انتوا بتحتفلوا في الملعب دلوقتي، ايه الاغنيه اللي انتوا بتغنوها مع بعض؟ عايز احتفل بيها او عايز اسمع الاغنيه ديت لجمهور النادي الاهلي، بس هضم امام لجوه وتحتفلوا بيها على الهوا، وبعدين نروح لفاصل ونكمل. يلا بينا. ادوا بقى، ادوها لمين؟ ولو عايزين اخش كده، امام هو اللي هيقود الاوركسترا. طب هات بقى المايك عند امام بس. دخل. بص بص امام الليسي. امام 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 خش جوه عند هاني وطلع عمر عشان عمر معاه. لا 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 اقعد جنب طاهر بقى، هتقوم منه وانتوا بتتكلموا. ايوه انا معاك يا بيه. يلا انا بيه يا بيه. غني ايه؟ انت قلت لي غني ايه؟ يلا يلا واحدة بقى. ايه؟ لا احنا على الهوا. يلا على الهوا بقى. عندي غزالة. غزالة ايه؟ غزالة حمراء. حمراء ايه؟ تشرب مية. يلا ورا كوتا. مية خبيرة. عندي خواجة. خواجة ايه؟ خواجة انا. ايه؟ والاهلي ماله. ماله. سايب في دلاله. العفريت اهو، الوادي الاهلي اهو، العفريت اهو، النادي الاهلي اهو، العفريت اهو. مبروك يا جماعه. مش هنسكت. لا هكمل تاني عشان الاغنيه دي. احنا على الهوا، احنا على الهوا، احنا على الهوا. قال لك متفق مع عواد ولا ايه؟ يلا تاني، يلا تاني، يلا تاني، يلا تاني بعد الفاصل. ثانية واحدة، هاتني بقى كده، هاتني كده، خليكوا معانا. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم في أمسيتنا الكروية مع نجوم النادي الأهلي. ادينا واحدة قبل ما نطلع. أهلي ماله، ماله، سيف دلاله، دلاله، الله أكبر، العفريت أهو.